أما عن تمرين هذه الحلقة فهو كالتالي: قال بشار بن برد: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، فقلت: أحسنت يا سؤلي ويا أملي، فأسمعيني جزاك الله إحسانا. استخرج من البيت الأول كلا من الصدر، العجز، القافية، واستخرج الحشو إذا علمت أن العروض حور الضرب لانا، مع تحديد تفعيلة كل من العروض والضرب.